بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل اليوم موضوع نظرية الإسقاط، لكن في البداية حابب أذكر إيش الهدف من موضوع أو من دراستنا للإسقاط. زي ما حكينا، عملية الإسقاط هو عملية توصيف من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد، من 3D إلى 2D. فبالتالي أنت لازم تكون فاهم نظرية الإسقاط وفاهم المساقط، إيش يعني آيزومتري وإيش يعني المساقط، وعشان كمان يعني بكرة مثلا تكون قادر على قراءة وفهم المخططات اللي حتكون فيها كتير فيها المساقط هذه. أيضا في مثلا أنت ممكن تحتاجها في توصيف، مثلا بدك تعمل توصيف لجزئية معينة، مثلا لتفصيلة باب، تفصيلة شباك، كيف بدك ترسم المساقط هذه وتوصفها. وأيضا زي ما حناخد قدام بالقطاع، تاخد سيكشن كمان في الشيء اللي أنت بدك توصفه. فهو مهم جدا 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 في قراءة وفهم المخططات الهندسية. في هذا المحاضرة حناخد اللي هو ترتيب المساقط، alignment of views، كيف نرتبها وكيف بدنا نستنتجها. وأيضا حنحكي عن المساقط في حالة ما يكون في عندي أسطح مائلة. ال projection system، في عندي نظام للإسقاط، أو اللي هو في عندي الـ First Angle System والـ Third Angle System، تمام؟ هدول يعني إحنا بنشتغل على الربع الأول أو الربع الثالث. في حال ما أنا أقف هان، هذا بكون هيك الربع الأول، يعني هنا بكون مستوى الإسقاط، هنا مستوى تبع الإسقاط بيكون لجوه، يعني خلف الأوبجكت اللي موجود هان، بينما هاي الأوبجكت مستوى الإسقاط حيكون هان. بينما في الثالث أو في الربع الثالث حيكون مستوى الإسقاط بين الشخص وبين الأوبجكت تبعي اللي أنا بدي أعمل له مساقط. طيب عشان نفهمها أكتر، هاي عندي الفيرست أنجل والثيرد أنجل، هنا مستويات الإسقاط بتكون لبرا أو بتكون خلف المجسم، وهنا بتكون بين أو أمام المجسم. فبالتالي أنا لما أطلع هيك هشوف الشكل هذا وحسقطه على مستوى الإسقاط هان. نفس الشيء الجزء اللي في الأسفل، الإسقاط تبعه هيكون على المستوى هان. لما أطلع هان بالنسبة للزاوية الثالثة أو الربع الثالث، لما أطلع على هنا مستوى الإسقاط حيكون في الأمام هان، زي ما أنتم شايفين. ونفس الشيء للمساقط الثانية الجانبية، أنا لما أطلع هان هشوف الحرف ال هذا هان على المستوى اللي باللون الأحمر، تمام؟ وهنا طبعا نقطة منقطة، لكن هنا حشوفه هنا أمامي في على المستوى اللي لونه زهري. وكذلك اللي هو التوب فيو نفس الشيء، المستوى تبعه حينزل لتحت، هنا التوب فيو حيكون فوق المجسم. طيب بعديها حنعتبر هذا أو هذا الصندوق كأني أنا أجيت قصيته وفتحته فردته، عملت له تفريد، تمام؟ هذه الزوايا المطوية أنا رحت قصيتها وفردتها، وهنا نفس الشيء الزوايا هذه أنا قصيتها وفردتها. فحنشوف كيف شكلها بعد ما تنفرد، تمام؟ هذه حتيجي لبرا هيك، وهذه حتطلع لفوق، حيصير زي هيك، يعني حيكون عندي من الزاوية الثالثة
بالشكل هذا، واللي هو الفيرست انجل حيكون بالشكل هذا. هذا حيكون الاليفيشن او الفرونت فيو، هذا السايد فيو، وهذا التوب فيو. بينما هان حيكون هذا هو الفرونت فيو، هذا السايد فيو، وهذا التوب فيو. لاحظ انه بس عملية ترتيب، مجرد عملية ترتيب. يعني هنا بس الفرونت فيو صار هنا سايد فيو، وهنا العكس التوب فيو صار بس ملفوف. فبالتالي نفس الفكرة، ولكن وبالتالي نفس الفكرة بس بيختلف ترتيب المساقط، لكن احنا حنشتغل على اللي هو الثيرد انجل سيستم. حنشتغل على الثيرد انجل سيستم، يمكن هو اسهل، يمكن هو اسهل في التخيل. يعني هذا الفرونت فيو بكون من هان، السايد فيو بكون من هان، التوب فيو بكون من هان. طيب، فبالتالي احنا حيكون يعني لما نرسم حنرسم على الثيرد انجل سيستم. طيب، لما بدنا نيجي نعمل المساقط، اول اشي بقول لي select necessary views، يعني ايش المساقط المحتاجة. ممكن انت المجسم يكون محتاج لمسقط واحد بكفي بوصفه كله، ممكن مسقطين، ممكن ثلاثة. وبالتالي هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية layout the views، يعني رتب المساقط زي ما شفنا قبل شوية. بعد هيك استنتج المساقط، بعد هيك بتحط الأبعاد على المساقط. طيب، أول حاجة نختار اللي هو المساقط الضرورية. أول إشي بنلف الأوبجكت على أفضل وضعية، تمام، بالنسبة للجلاس بوكس. بنعتبرها كأنها في داخل مكعب زجاجي. بعد هيك شوف الفرونت فيو والادجكنت فيو. طيب، بنحط الاوبجكت هذا اللي تو احنا شفناه. مثلا لو احنا حطيناه بالشكل هذا، هذا الخيار الاول وهذا الخيار الثاني، عملناه بمائل. لاحظ لما يكون مايل بالشكل هذا، طلع كيف الفرونت فيو كيف حيطلع، والسايد فيو والتوب فيو، حيطلع الشكل معقد، وكمان مش حتكون فاهمه 100%. لكن لو انا حطيته على وضعيته الطبيعية، هان طلع كيف الفرونت فيو طلع موضح كل التفاصيل فيه، والسايد فيو والتوب فيو. فهذه مهمة جدا، نختار الوضعية بتاعتها. أكيد هذه مظبوطة وهذه غير صحيحة. طيب، the object longest dimension، يعني اختار اللي هو البعد الطويل. شرط انه يكون يمثل العرض. يعني مثلا هذه السيارة لو احنا بدنا نمثلها، اما ان انا احطها هيك او احطها بالشكل هذا. لكن لو حطيتها مثلا هيك، كيف المساقط الثانية، المسقط الجانبي حيكون بالشكل هذا، والمسقط اللي هو الأفقي حيكون بالشكل هذا. لكن في الحالة الثانية هتكون بالشكل هذا، وبالتالي أخذت حيز أقل من الورقة، فعشان هيك نحطه بالعرض أفضل. طيب، الخطوة الثانية اختار اللي هو المسقط الأمامي. The adjacent views that are projected from the selected front view should appear in its natural position. يعني الوضع الطبيعي ل يعني الفرونت فيو يفضل انه يكون ماخذ الوضع الطبيعي للمسقط
الاوبجكت هذا او يعني حسب مثلا هذه السيارة. هذا غلط هيك. الوضع الطبيعي انه السيارة تكون واقفة، تمام، مش اخذ الفرونت فيو من فوق، لا، حسب ما هي بالطبيعة بتكون. طيب، الخطوة الثانية اني انا اختار المسقط بحيث انه يكون اقل عدد ممكن من الهيدنج لاينز. يعني لو طلعنا في هذه الحالة اللي باللون الازرق، هنلاقي انه هنا تقريبا ما فيش هيدن لاين الا الاسطوانة هذه، وهذه اكيد يعني لازم، فيش مجال الا تبين. لكن في الخيار الثاني مثلا راح لفها وقلبها، طلع هنا في عندي هيدن لاينز، فهذا خطأ. الصح ان انا احط اخلي يعني اقعد المجسم هذا بأفضل وضعية بحيث انه يكون عندي اقل عدد ممكن من الهيدن لاينز عشان يبين الشكل الحقيقي لهذا الاوبجكت. choose the view that have the fewest number of hidden lines. هذا نفس يعني بعد ما رسمنا الفرونت فيو بنختار المساقط الثانية اللي انا بدي اخذها بحيث انها تكون اقل عدد ممكن من الهيدن لاينز. يعني مثلا لو اخذنا هنا هذا المسقط الأمامي، هذا المسقط الجانبي، وهذا الجانبي، لو طلعنا هنا مثلا هذا المسقط اللي هو الخلفي أو اللي من أسفل يعني، فهيطلع كله هيدن لاين تقريبا، لكن التوب فيو هيطلع هنا كله تمام. نفس الإشي هنا لما اطلع على الاوبجكت من هان بيطلع عندي ما فيش هيدن لاين هان، لكن لما اطلع عليه من العكس من هان حيطلع عندي هذا الخط هيدن لاين. طيب، كمان شغلة انه نختار المينيمم نمبر اوف فيوز ذات كان ريبريزنت ذا ميجر فيتشر، يعني اختار اقل عدد ممكن من المساقط، مش ضروري نرسم كل المساقط، لا، فقط المساقط، الحد الأدنى من المساقط اللي بوضح لي كافة خواص هذا المجسم. يعني هاي مثلا الفرونت فيو، هذا السايد فيو، وهذا التوب فيو. هذول يعني هذا ضروري وهذا ضروري. ليش؟ أول شيء لأنه الأبعاد الثلاثة بتبين من مسقطين. كمان هنا في عندي مثلا بيبين لك الشكل الحقيقي للدائرة، بيبين الشكل الحقيقي، فالأفضل من هنا عشان أحط عليه البعد من المركز وليس من هنا. طيب، اختار المساقط المناسبة لمساحة الرسم. يعني هاي الورقة ما فيش داعي ان انا اعمل زي هيك، لا، ممكن ارسم هذا المسقط وارسم المسقط الجانبي، تمام. هذا هيك يعني بس مجرد عشان ما فيش وسع، ممكن انا استخدم المسقط الجانبي هيك افضل. طيب، نشوف اختيارنا للمساقط. مثلا عندي هذا المجسم، هذا الفرونت فيو حيطلع عندي مستطيل، التوب فيو حيطلع عندي برضو مستطيل وسماكته دي. الان لو عملنا مقارنة، خلينا نشوف بالنسبة ل size description هل بوصف جميع الأبعاد؟ صحيح، يعني هاي عندي الطول والعرض، هاي الطول والعرض، وهاي الدبث من وين؟ من اللي هو التوب فيو. لكن الشيب كشكل ما وصف لي بشكل صحيح، يعني أنا شايف هنا مستطيلين، لكن يعني فقط لو أنا استخدمت هدول المسقطين بصير في عندي لبس، بقدرش أعرف أميز إنه هل هو هذا هيك مايل ولا هل هو عدل ولا ايش بالضبط. يعني هذا له اكثر من خيار، مثلا ممكن يكون بالشكل هذا، ممكن يكون بالشكل هذا، ممكن يكون بالشكل هذا. هذول كلهم ثلاث مجسمات المساقط تبعتهم الفرونت والتوب فيو بالشكل هذا، فبالتالي بلزمني المسقط الثالث عشان اقدر انا اميز. فلما حطيت المسقط الثالث اللي هو الجانبي، هنا بين لي الشكل تبع اللي هو المجسم، فهنا حيكون عندي الأبعاد والشكل مبينين. ممكن
لو انا استخدمت الفرونت فيو والسايد فيو في هذه الحالة بيعطيني الشكل الصحيح واللي هو الابعاد الصحيحة، تمام. فمهم جدا اعرف اني مساقط هي اللي بتنفعني. طيب بالنسبة للون فيو درونج، يعني في بعض المجسمات تحتاج فقط مسقط واحد، زي مثلا الفلات بليت. الفلات بليت ايش هي؟ بتكون بليتس ذات سمك ثابت على كامل المجسم. فلما ناخذ هنا مثلا التوب فيو هيطلع عندي بالشكل هذا، وهاي السايد فيو، هاي اللي هو الفرونت فيو خلينا نحكي. فبالتالي هذا وهذا المسقطين ما ببينوا اي شيء فقط غير السماكة، كله هذي النايز سنتر لاين كلهم موجودين هنا. فبالتالي هنا ممكن انا استغني عن هدول المسقطين واحط هنا اكتب السماكة تبعتهم وخلاص. ايضا في حال ما يكون عندي سلندر، السلندر المساقط تاعتها مسقط واحد حيكون دائرة والتانيين حيكون عبارة عن مستطيلين وفيهم سنتر لاين. فبالتالي هذا متكرر وهذا يعني دائرة، ما فيش حاجة إلها، أنا بقدر أعوض عنها من خلال السنتر لاين وهي الدياميتر تبعها. فبالتالي ممكن ون فيو بكفي. نفس الشيء لو كان عندي اسطوانات بالشكل هذا. طيب تو فيو، في بعض المجسمات بلزم مسقطين فقط. لو عندي هذا المسقط تبعها الفرونت فيو تبعها بالشكل هذا، اللي هي بكون فيها تماثل من الجهتين، فلما اعمل السايد فيو هيطلع عندي بالشكل هذا، وهذا الهيدن لاينز هي الثقوب الموجودة، والتوب فيو برضو بنفس الشكل هذا. فبالتالي انا عندي الان هذا وهذا متكررين نفس الشيء، فبستغني عن واحد منهم وخلاص. طيب lay out the views، نختار طبعا اللي هو المقياس الرسم المناسب بحيث يكون واضح في الرسم. لو كانت صغيرة بكبر السكيل، لو كان كبير بصغر، وهكذا. يعني مثلا هنا عندي 45 سنتي الارتفاع تبع اللي هو الفرونت فيو، التوب فيو 64. فبالتالي هذا بدي هذا الحجم كلياته، اللي هو يعني خلينا نقول 45 و64 و25، بدي حوالي 135 سنتي، 135 ملي، يعني 13 سنتي، بتيجي في ورقة A4، تمام. وبأشتغل زي هيك. طبعا في احيانا ممكن يكون رسومات كبيرة تحتاج لورق اكبر، او نصغر السكيل او نكبر السكيل حسب الرسم. طيب project the views، يعني كيف بدنا نستنتج المساقط. الان هذا الفرونت فيو من هان، لما تطلع عليه بالشكل هذا من هان، وهذا التوب فيو لما تطلع عليه من فوق. الان هاي التوب فيو زي ما حكى هو رسم المستطيل هذا اللي هو الطول كله مع الارتفاع كله، تمام. وبلش ايش يرسم؟ اول شيء بيرسم بحدد مراكز الدوائر، هاي السنتر لاين اللي هو الخط هذا، وهاي السنتر لاين للقوس هذا والقوس هذا وهاي القوس هذا. هي رسم دائرة عشان يعمل المفتاح، طبعا بناء على الأبعاد هذه بياخد مسافة وبيشتغل عليها، تمام. طيب هذا الخط اللي هو هذا الخط اللي هو هذا، تمام. وهي من تحت ولقيتها حيلف اللي هو الدائرة الداخلية، وهي الدائرة الخارجية، وهي الدائرة الكبيرة. يعني بصير أشير أنا أمشي شوية شوية لحد ما أفصل التفصيلة كلياتها.
نفس الاشي لما بدي اجيب الفرونت فيو ممكن استعين بالايزومتري وممكن استفيد منها، يعني المركز في التوب فيو حيكون هو نفسه مركز في الفرونت فيو. تمام، كل نقطة من هان كل نقطة إلها تأثير أسفل. تمام، بأخذ الارتفاع هذا، هايو حطه، بعد هيك بأكمل الخطوط هذه بالشكل هذا زي ما احنا شايفين. وإن شاء الله أنا حأعطيكم مثال أو حشرح مثال كيف نستنتج، بس خلينا الآن نمشي، بصير شوية شوية وخط خط لحد ما يكتمل. بدي أنتبه للخطوط المخفية، هذه الدائرة لما تطلع عليها منها بيكون هيدن لاين، وهذا الهيدن لاين للمفتاح هذا، وهذا الهيدن لاين للفرز اللي موجود هنا، وهيك بكون احنا يعني قسمنا المسقطين. وفي الاخر طبعا بأرسم اللي هو السنتر لاين، وبعديها بنحط الأبعاد على المساقط زي ما تعلمنا، حط الأبعاد الضرورية وما يكونش فيه تكرار، ما يكونش فيه تكرار. بعد هيك بنروح بنرسم اللي هو الايزومتريك، واحنا يمكن حكينا المرة الماضية لكن على السريع، بناخد اللي هو الشكل، نحدد مكانه الايزومتريك اكسس المحاور الثلاثة، وهذه بيكونوا مايلين بزاوية 30 درجة عن الأفقي، يعني هذه الزاوية 30 درجة. بعديها بنبدأ نرسم اللي هو الكلوزنج بوكس، نرسم البوكس بحسب الأبعاد هذا، الطول هذا والطول هذا والارتفاع هذا، نرسمه هذا المكعب، وبنصير نفرغ شوية شوية التفاصيل هذه، النقاط هذه بحددها هان، بمشي يمين وشمال بخطوط متوازية لحد ما أرسم. ومثلا بعديها بنحدد هذه المائل، الجزء المائل من هان ومن هان. لحد ما أرسم بغمق بعديها باللون على كامل المجسم، وبمسح كل الخطوط هذه والزيادات. طيب اللي هو الآن خلينا نحكي transferring the depth dimension، كيف أنا العمق هذا كيف أحوله. مثلا عندي هذا الـ مثلا الفرونت فيو وهذا السايد فيو، احنا عارفين انه البعد هذا دي هيكون هو نفسه البعد هذا، تمام، لانه هيو من هنا هيك وهذا كلياته نفس البعد. الان في عشان انا انقله في طريقتين، اني انا مثلا اخذ القياس نفسه، مثلا هنا اخذنا 3 سم، هذا بده يكون 3 سم. او الطريقة الثانية اني انا اروح ارسم خط محور تماثل بزاوية 45 درجة، تمام، من وين؟ من عند اللي هو الفرونت فيو بهذه المسافة. طبعا المسافة هذه بشرط المسافة هذه طبعا احنا حنعملها نفس المسافة هذه، وغالبا احنا بناخدها 4 سم، يعني بين المسقط والمسقط 4 سم. فبالتالي لما ارسم 45 الضلع هذا قد الضلع هذا والضلع هذا قد الضلع هذا، فيعطيك المسافة هذه بالضبط. طيب الان بالنسبة للأدجكنت اريا، يعني المساحات المتجاورة that are not in the same plane must be separated by line، يعني لما يكون في عندي مساحات في مستويين مختلفين، هاي أنا درج، هذا مستوى وهذا مستوى، بالتالي في المسقط لما أرسمهم هيطلع عندي بينهم خط بالشكل هذا. نفس الاشي لما اطلع عليهم من الاليفيشن هيطلع عندي الخط هذا، او عفوا في الاليفيشن كله مستوى واحد ولكن ببين فرق المنسوب في الاليفيشن. طيب الان لو هذا
هذه الدرجة صارت في نفس المستوى، فبالتالي هذا الخط حيروح لأنها صارت نفس المستوى، وفي الإليفيشن حيروح الفرق هذا. مثلا عندي إذا كان هذا التوب فيو معمول بالشكل هذا، على طول بفهم ما زال فيه خطوط، معناته ولا واحد من هذول في نفس المستوى، في عندي 3 مستويات، لكن في لها عدة احتمالات. ممكن يكون عندي بالشكل هذا، هذا مستوى، هاي مستوى، هذا مستوى، او ممكن تكون البي اعلى من السي، او ممكن الاي اقل من البي والسي، او ممكن يكون مائل بالشكل هذا، او ممكن يكون في دوران. هذا ما فيش في مشكلة، يعني كله نفس الاشي. طب ايش اللي كيف بدي افرق بينهم؟ بنفرق بينهم بالمساقط الثانية. لما تجيب المسقط الثاني الاليفيشن والسايد فيو تقدر تفرق ما بينهم. طيب الآن خلينا نشوف بس بعض الأمثلة. هنا مثلا احنا زي ما حكينا لما نيجي نرسم حنرسم بالطريقة الثالثة، يعني حيكون هذا الفرونت فيو وهذا السايد فيو، وهذا اللي فوق حيكون التوب فيو. فأنا بفترض حالي بطلع من هان، معناته هنا بالنسبة كيف بدي استنتج المسقط بالنسبة للإليفيشن أو الفرونت فيو، هيكون عندي عبارة عن مستطيل طوله W وعرضه H، فبالتالي حروح أرسم هاي الفرونت فيو، والتوب فيو كذلك عرضه من نفس العرض، فبالتالي هذا العرض هو نفسه، والدبث هو اللي حيكون ال H حرسمه. طبعا بسيب بين المسقط والتاني 4 سنتي. لما أجي أرسم اللي هو ال سايد فيو حيكون بنفس الارتفاع اتش، لانهم هم مشتركين في الارتفاع. تمام، يعني كل مسقطين مشتركين في بعد معين. وبرسمه بالشكل هذا. طيب الان لو عندي انا هذا الشكل، اكيد حطلع انا من هان حشوف اللي هو الفرونت فيو بالشكل هذا، نفس الشكل. طيب لما اطلع عليه من فوق حلاقيه بالشكل هذا، حيبين معايا الاريا هذه، المستطيل هذا والمستطيل هذا. طيب لما اجيب السايد فيو حيبين معايا مستطيل، لكن هذا الفراغ مخفي، فبالتالي حيبين معايا هذا هيدن لاين، والهيدن لاين هذا الخط هذا حيكون قبال هذه الزاوية. فأي وهنا لاحظ هذا هو نفس الخط، هو هذا، فأي تغير هان لازم يبين في المسقط الثاني، فبالتالي حيكون شكله هيك. طيب لو عندنا هنا الشكل هذا المجسم السداسي، الفرونت فيو حيكون عبارة عن شكل سداسي، السايد فيو حيبين عندي هاد المساحة وهذه المساحة اللي هي A و A، هذه اللي باللون الزهري. طيب هنا في الخلف المفروض في النقطة هذه اللي هو هذه، المفروض هنا يبين هيدن لاين، لكن ما حطش هيدن لاين. ليش؟ لأنه جاي فوقيه فيزابل لاين، وبالتالي احنا قلنا مين اولى انه يبين؟ قلنا انه الفيزابل لاين بعدين الهيدن لاين، عشان هيك احنا ما حطيناهوش. بالنسبة للتوب فيو حتبين عندي الاريا سي والبي والاي والاي اللي هما 1 2 3، فكل هنا خط او كل سطح ببين، يعني الاريا ايه هنا بينت اريا، وهنا اريا، لكن هنا بينت انها ايش، انها خط مستقيم. خلينا نشوف المثال هذا. عندي اللي هو المجسم هذا، لما اطلع عليه حيبين عندي هذا المثلث اللي باللون الاصفر، وبقيت اللون الازرق هنا حنكمله بالشكل هذا، يعني حيرسم الدرجة هذه، وحتيجي المثلث هذا حيغطي عليه. هاي الفرونت
فيو. طيب السايد فيو، السايد فيو حتبين عندي الاريا هذه والاريا هذه مستطيل، وحيبين عندي هذا مستطيل بالشكل هذا. طيب التوب فيو حيبين عندي هذا مستطيل وهذا مستطيل وهذا الجزء المائل مستطيل بالشكل هذا. طبعا العرض دير بالك بده يكون نفس عرض المسقط اللي جنبه، هذا كله طول ثابت وهذا طول ثابت. طيب بقول لي في ملاحظة انتبه هان، انه شايفين الاريا هذه اللي باللون الاصفر واللي باللون الاصفر، بقول لي اذا كان الشكل متشابه في اكثر من مسقط معناته هذا بيكون الشكل مايل، لان انا شفته من هنا مستطيل ومن هنا مستطيل، فبالتالي حيكون هنا بشكل مائل. يعني لو مديت هذا الخط هيك مع هذا الخط وهذا مع هذا، هوصل ما بينه، هيكون هاي عندي الشكل المائل. طيب خلينا نشوف اكتر بشكل افضل. لكن دير بالكو انه لما يكون مستطيل احيانا بتخربط، يعني ممكن هاي مثلا واحد يقول هاي مستطيل وهي مستطيل، لا ما هو هذا مش نفسه هذا، هذه المساحة هي هذه، بينما هذه المساحة هي هذه، فهي مش نفس الجسم، يعني لازم تكون نفس المساحة. هي بتبين اكتر اشي في الاشكال اللي ما تكونش مستطيلة، يعني مثلا زي هذا المثال لو طلعنا هذا الاليفيشن تبعه حيكون عبارة عن حرف اليو، هذا لو طلعنا على التوب فيو برضو هنا حيبين اليو والمساحة هذه الحمراء والمساحة الصفراء بالشكل هذا. لو طلعنا هان المساحة الخضراء هان والمساحة الخضراء هان، تكررت نفس الشكل، مش شرط نفس الأبعاد بس نفس الشكل، تمام؟ على طول بفهم إنه هذا الشكل حيكون مائل زي ما احنا شايفينه في الايزومتري. فبالتالي بتروح انت ممكن انك تجيبه من هان، توصل خط هذا مع هذا والجزء هذا مع الجزء هذا. طبعا انا بعمل هيك عشان احنا عارفين انه مايل بزاوية 45 درجة، فبروح بوصل هذه، بكون هذا هو الخط المائل. طيب ليش الخط المتقطع هذا؟ ونفس الاشي ممكن انا استنتجه من هنا على طول بعرف انه هذا خط مائل، بس انت اذا طلع خط مائل على طول بدك عشان تتأكد انه حلك صح لازم يطلع الشكلين هذولا شبيهات في بعض، الخط المائل للجزئية المخفية، عفوا الخط المتقطع للجزئية المخفية اللي هان. ولاحظ انه على امتداده حتلاقيه في الاليفيشن حتلاقيه واضح وظاهر، حتلاقيه واضح وظاهر. ونفس الاشي هاي الخط هذا حنلاقيه هو هذا، والخط الثاني حنلاقيه هو هان. نفس المثال هذا مثال تاني، لو رسمنا الاليفيشن والسايد فيو حنلاقي المساحة الخضراء هذه اتكررت في المسقطين، على طول بعرف انه هذا جزء مائل، على طول بقول انه هذا ايش، هذا الجزء مائل، تمام؟ هاي منها لها. طيب بالنسبة للمساحة الحمراء هان وهان، هذولا متشابهتين، على طول بروح بأرسم امتداده حيكون هاي على حيكون خط مائل بالشكل هذا. فهذه كتير بتفيدنا وكتير مهمة هذه الملاحظة. طيب هذا الشكل، هاي في عندي أشكال مائلة، يبقى لازم هذا الشكل يطلع معايا متكرر في الإليفيشن. ما اطلع عليه من هان هيلاقي هذا فوق وهنا حرف ال، والخط المتقطع هذا اللي هو ورا اللي هو هذا، وفي السايد فيو نفس الشيء، هي طلع عندي نفس الشكل، وبالتالي حيكون مبين عندي مائل لما ارسم
التوب فيو، وفعلا هيو مائل. وهذه طبعا سهلة يعني، طالما في مستويات مختلفة في خطوط. يعني في أمثلة كتير هنا، طلعوا عليها وشوفوها. هنا نفس الشيء، هنا الجزء المائل ولكن مستطيل. مستطيل قلت لكم يعني صعب انك تميزه بين المستطيلات التانية. هاي كمان شكل مائل، على طول بفهم انه هذا الشكل المائل حيبين عندي في اكثر من مسقط. هاي هان وهاي هان، ما هو هذا بلف هيك، فبالتالي هاي الجزء المائل، وهاي استنتاج المساقط. يعني العملية سهلة مش صعبة، لكن بدها ممارسة وبدها تعود عشان تستوعبها أكثر. هذا نفس الشيء، الأجزاء المائلة هذه مستطيل، يعني بنقدر نستنتجها بكل سهولة. برضو نفس الشيء، مثلا هذا الجزء المائل حيبين في أكثر من شكل، وهذا الجزء المائل حيبين في أكثر من بلان. فهي الجزء المائل هذا هان وهي هان، فعلى طول طلع عندي مائل. وهذا اللي عامل زي شبه المنحرف، هذا وهذا وهي مائل هان. يعني بدنا نتدرب على هذه المسائل عشان تصيروا في عندكم تخيل أكثر وأكثر. وهذا كان درسنا لليوم، يعطيكم ألف عافية.